السلام عليكم أعزائي الطلبة، إن شاء الله اليوم راح نكمل حلقات أو الدروس الخاصة بلا أفهم اللغة الإنجليزية. اليوم راح نأخذ موضوع جدا مهم، هو يعني الverb to be، أفعال الكينونة. شنو أفعال الكينونة؟ أو عندنا طبعا أفعال مساعدة أيضا، هي يشابها، هي الإز والآم والآر والواز والوير. إز وآم وآر نستخدمها بالpresent simple بالمضارع البسيط، والواز والوير وين نستخدمهن؟ نستخدمهن بالماضي البسيط. زين، هسه شنو عندنا؟ شو وقت اقول دني افعال كينونه؟ عاده نسميهن افعال كينونه الاز والام والار اذا اجى بعدهن صفه مثل البيج، اقول توم از بيج، كبير، او توم از مثلا تول، طويل، واضح؟ فهنا صفه. مثلا نقول توم از ان ذا جاردن، في الحديقه، واضح؟ توم از ليت، واضح؟ فيجي بعد الاز والام والار اما صفه او اسم او ظرف. هو الظرف يكون مكان او زمان او حال. هذا شنو هسه احنا بدنا نحكي على المضارع البسيط. بالماضي نستخدم الواز والوير. شو وقت اقول الاز والام والار والواز والوير افعال مساعده؟ شرط بيهن لازم يجي بعدهن شنو؟ فعل رئيسي، سواء كان تصريف ثالث او فعل بي اي ان جي. عاده التصريف الثالث للمبني للمجهول، واذا فعل بي اي ان جي مباشره معاه فهذا يكون مستمر، واضح؟ ماضي مستمر او مضارع مستمر. خلينا نبلش شويه. الباحه اخذنا مثال، مثلا نقول توم از هابي، توم شنو؟ سعيد. توم از هابي، طبعا خلينا نحدد هسه، راح نحدده باللون الاسود حتى يكون تركيزنا وين؟ على الاز. خلوا قاعده يمكم، كتبوها هسه بالدفتر، انا راح اردها، انتم كتبوها يمكم. نقول ضمائر الفاعل اللي الباحه اخذناهن الهي والشي والات، شي ياخذن؟ ياخذن الاز. وهاي وين؟ بافعال الكينونه اللي يجي بعدهن اما صفه او ظرف او شنو؟ اسم. هسه مثلا هابي، سعيد، صفه، فاجى بعد الاز توم از هابي، واقدر شو اقول؟ اقول هي از هابي، واضح؟ زين، مثلا اقول ماري از هابي، يعني معناها فعل الكينونه از يجي ويا الهي والشي والات، فماري اقدر استبدلها بضمير شو اقول؟ شي از هابي، انها سعيده. بعد عندنا مو قلنا الات ايضا نستخدم شنو؟ نستخدم الاز. شو اقول؟ اقول ات، او خلينا ناخذ فد اسم، اقول مثلا the window is far، هذا النافذه بعيده، the window is far. زين، اريد ابدل ذا ويندو، شو اقول؟ اقول ات از فار، يعني شنو؟ ات از فار معناها هذا الشباك بعيد. زين، هسه شنو عرفنا؟ الاز تاخذ الهي والشي والات، بس شنو؟ هنا بدنا نحكي عن افعال الكينونه، افعال الوجود، واضح؟ افعال الوجود باليا زمن، زمن المضارع البسيط. زين، هسه افعال الكينونه راح نكتبهن هنا ايضا حتى يصيرن واضحات. شو هن؟ الاز والار والام. الاز ويا الهي والشي والات، والار ويا من؟ ويا الذي، يو، وي، واضح؟ والام ويا الاي، ضمير المتكلم. طبعا هنا دي يصير كابيتال لتر لان هذا نظام مال الوورد، بس احنا للتوضيح حتى ينجر عندك جوا خطا، مو يعني خط مو معناه خطا، انما البرنامج يريد جمله متكامله، فاحنا بس حتى يصير ببالك verb to be يعني الاز والار والام بيا زمن، هذا اني زمن المضارع البسيط. شو وقت اسمين افعال كينونه؟ اذا اجى بعدهن صفه او اسم او ظرف. هنا هسه صفات خلينا. زين، مثال اخر راح شو نقول؟ اقول علي از A doctor. علي شبي؟ طبيب. شنو اجى هنا بعد الاز؟ اجاني اسم. شنو هنا اجاني بعد الاز؟ هابي، صفه.
معناها مثل ما قلنا اما صفات او اسماء او ظروف. هسه ادكتر شنو معناها؟ اسم. اقول بعد اقول علي is in the garden. هو وين؟ في الحديقة. واضح؟ in the garden هذا شنو؟ يعني في الحديقة ظرف مكان. فاحتاجين بعد ال is ظرف مكان. فالجملة هاي ما بيها شيء أو ما بيها خلل، لأن عندنا فعل كينونة وبعدها ظرف مكان. أريد أقول الوقت مثلا، أقول it is 10 o'clock. 10 o'clock واضح؟ 10 انها الساعة العاشرة. فاجى بعد شنو؟ ورا الـ is عندنا ظرف زمان. واضح؟ فهس عرفنا انه الـ is والـ am والـ are والـ am يجي بعدهن اما اسم او صفة او ظرف. زين، اذا جمع، جمع مثلا شو اقول؟ اقول they are happy، هم سعداء. واضح؟ they are happy، هم سعداء. فعندنا they اخذت شنو؟ الـ are. زين، اقدر ابدل they باسماء، اقول احمد and علي are happy، هم سعداء. من هم؟ احمد وعلي. اريد ازود اقول ماري بعد شن توم، عفوا توم and جون are مثلا excited، مبتهجين. من هم؟ ماري وتوم and جون. اريد ابدل هنا بضمير، اقول they are excited، هم مبتهجون، هو الماري والتوم and جون. واضح؟ فاستذني افعال الكينونة استخدمناهن مع صفات ومع ظروف مكان او ظرف زمان او صفة. excited مبتهج، صفة. زين، عندي بعد الاي شي تاخذ، اقول I am happy، انا شنو؟ سعيد. اريد اقول هاي جتي شنو؟ شنو عندنا؟ صفة. اريد اقول انا في المدرسة، اقول I am at school، انا في المدرسة. احنا الباحة ركزنا على ضمائر الفاعل اللي هي الهي والشي والات والذي والوي واليو. اليوم راح نركز على شنو؟ افعال الكينونة بزمن المضارع البسيط، يعني مضارع بسيط الاز والام والار. بالماضي ايش راح يصير؟ واز وير. طبعا ذني شو يسموهن ذني الجمل؟ حالة اثبات لافعال الكينونة. بالدرس الثاني راح ناخذ افعال الكينونة في حالة النفي. واضح؟ في حالة النفيهم حتى شوي يصير الجمل عليك سهلة لتتراكم. زين، هسه شنو كنا نتكلم؟ نتكلم عن المضارع البسيط اللي present simple. زين، بالماضي شنو عندنا؟ was where. اذا اريد افعال الكينونة verb to be بالماضي was where، was كان، where ايضا كانوا، لان شنو؟ للجمع. واضح؟ الوير للجمع بالزمن الماضي. نعم، هسه عندنا مثل ما قلنا الواز نستخدمها ويا من؟ ويا الماضي والوير ايضا. زين، عندنا هناك كان بالمضارع البسيط نستخدم الام ويا الاي. هنا شنو الفرق؟ راح نستخدم الهي والشي والات والاي ويا الواز وباقي الضمائر ويا الوير. شو اقول؟ اي واز هابي، انا كنت سعيد. زين، شنو الفرق من اقول I am happy، انا سعيد بالوقت الحاضر؟ من اقول I was happy، انا كنت سعيدا. مثلا شنو اقول بعد؟ اقول he was happy، انه كان سعيدا. من اقول he is happy، انه سعيد بالوقت الحاضر. زين، اذا قلنا she was happy، انها كانت سعيده، اذا اريد اقول بالوقت الحاضر اقول she is happy. she is happy يعني بالpresent simple اقول she is happy، مضارع بسيط بالوقت الحالي. اذا اقول بالماضي اقول she was happy. زين، اذا اقول نحن كنا شنو، او عفوا نقول مثلا it was exciting
تيد مثلا قطه كانت مبتهجه تفرح تروح منه ومنه واضح اكسايتد مبتهجه لان مثلا شخص دي لاعبها. بعض الاحيان الاجانب يعني عام يعني يطون الضمير بعض خواص الانسان واضح. مثلا عندنا يعني القطه يمكن ان تكون مبتهجه يعني شنو يلاعبها الشخص عندها نسبه من الادراك واضح زين. عندنا اذا ذي بالماضي اقول ذي وير هابي انهم كانوا سعداء. اذا اريد اقول هم سعداء بالوقت الحالي اقول they are happy زين. اذا اقول you were happy طبعا للمخاطب you معناها انت انتي انتما انتن. شلون اعرف العد هاي انا دا خاطب مفرد او يعني شو اسمه حسب الاشخاص الموجودين امامي. انسان اذا كانوا بالحاضر اقول يو ار هابي انتم سعداء. اذا اريد اقول لهم انتم بالماضي اقول لهم يو وير هابي. اذا قدامك واحد نفس الشيء نفس الشيء تستخدم يو وير سواء كان هذا الشخص المخاطب يعني مفرد يعني او جمع واضح يعني واحد اثنين ثلاثة أربعة مذكر او مؤنث فاليو معناها انت انتي انتما انتن انتم واضح زين. هذه للماضي زين. اذا اريد اقول نحن كنا اقول we were happy نحن كنا شنو سعداء. هسه شنو احنا اخذنا الverb to be افعال الكينونة بزمن المضارع البسيط الـ present simple اللي هي الـ is والـ am والـ are وبالماضي بالـ past simple الـ was والـ were. شفنا شنو الفرق هناك كان عندنا ثلاث أفعال كينونة بالمضارع البسيط واضح وعندنا بالماضي البسيط فعليا كينونة الـ was والـ were وهذه يا حالة حالة الإثبات اللي يسموها باللغة الإنجليزية للتوضيح affirmative. affirmative شنو حالة الإثبات واضح حالة الإثبات. من أقول he is happy بس من أقول he is not happy معناها نفي. إحنا إن شاء الله راح نتوقف لهنا حتى يكون الدرس الثاني لا أفهم اللغة الإنجليزية باستخدام الverb to be أفعال الكينونة بس بيا حالة بحالة النيجاتيف. وأي سؤال عندكم بخصوص هذا الموضوع هم تركوا تعليقات إن شاء الله حتى أجاوبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.